بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة او مش هنتكلم؟ احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا بما فيه الكفاية. طبعا الفيديو كان طويل بس الفيديو كان مفيد، وانا يعني اتمنى انه يكون فعلا مفيد. عاوزين اللي قلناه المرة اللي فاتت في البرانش نطبقه المرة دي تطبيق عملي. حلو قوي. انا قلت لك عشان تكون برضو معايا في الصوره، لو انت ما انتش فاكر، انت عندك احمد واسلام، وعندك مين؟ يوسف. تمام، قلنا احمد واسلام ويوسف هيعملوا ابلكيشن اله حاسبه كالكوليتور فيها خمسه فانكشن، اللي هي بلس وماينس وفي استريك، دي علامه الفي اهي. تمام، والايه والعلى والمودولس. احمد عليه البلس والماينس، اسلام عليه الاستريك اللي هي الضرب، ويوسف عليه على وموديلاس. حلو، حلو قوي. طيب ايه نعمل بقى ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم، يعني عاوزين نشوف الخطوات اللي عملناها المره اللي فاتت نطبقها المره دي. حلو قوي. اذا كل حاجه، اول دلوقتي التيم ليدر هيخش على ايه؟ اول حاجه هعمل فولدر البروجكت بتاعنا. البروجكت بتاعنا تمام. اول حاجه هعمل جيت انيت، هعمل انيشياليزيشن للايه؟ للريبوزيتوري اهو. حلو قوي، حلو جدا. بعد كده لو احنا فتحنا الداشبورد بتاعتنا او الكونسول بتاعنا، عاوزين نشوف اول حاجه كل البرانشز اللي عندي. بص معايا، اول حاجه انت شايف ايه؟ الماستر. شايف الماستر؟ ايوه الماستر، او شايفه ده البروجكت بتاعك، وهنشوف الماستر دلوقتي. اول حاجه لو عملت جيت برانش اهو، برانش ايه؟ داش ايه. تمام، انتر. جيت برانش داش ايه ده بيجيب لك كل البرانشز اللي عندك. بيجيب لك ايه؟ بيجيب لك كل البرانشز اللي عندك. انت ما عندكش برانش، فايه؟ ما عرض لكش حاجه. اذا اول كوماند تشوفه جيت برانش داش ايه، يعني اعرض لي كل البرانشز اللي عندي، وانا ما عنديش ولا برانش. خلاص انت هنا 10 على 10. بعد كده عاوزين نبدا نشتغل. عاوزين نبدا ايه؟ نشتغل. لو هنا ضفنا فايل، بس فايل عادي جدا. تمام، هنسميه ايه؟ مثلا نيمز، او مثلا ايه، خلينا نعمل ده كانه ديسكريبشن. تمام، ديسكريبشن اللي هو ايه؟ احمد كان عليه المودولس والماينس، اسلام ده تيم ليدر، ده كان عليه ايه؟ كان عليه الاستريك. فاضل ايه؟ يوسف. تمام، كان عليه ايه؟ كان عليه ديفايد اللي هي على والمودولس. تمام، ده ديسكريبشن بس بسيط. تمام، لو جينا هنا نعمل ايه؟ لو قلنا دي اس سي او خليها انفورميشن اهو، انفو. تمام، عاوزين نعمل دي كوميت، فهنروح نعمل ايه؟ جيت اد اول، جيت كوميت داش ام، واقول له ايه؟ هقول له مثلا init اللي هي initialization project. حلو، خلاص كده عمل ايه؟ initialization للبروجكت بتاعي. كده انا عملت get add و get commit وعملت commit. خلاص، خلاص، حلو قوي. لو قلنا get log هيرد لي كل الكومنت اللي عندي، الكوميت اللي عندي، فالكوميت اللي عندي اهي، مفيش مشكله. حلو، حلو. هل لغايه دلوقتي في حاجه احنا قلناها جديد؟ ما قلناش. كل اللي قلنا جديد اللي هي جيت برانش داش ايه ديت، عشان تجيب كل البرانشز اللي عندك. ما عندكش ولا برانش، لسه ما كريتش برانشز، فخلاص مش جايب لي حاجه. تمام، جيت اد اول عشان اضيف الايه؟ الفايل اللي انا ضفته. وبعد كده ايه؟ عملت جيت كوميت وجيت لوج عشان اشوف الكوميتس اللي عندي. تمام، لو جينا عملنا ايه؟ جيت برانش داش ايه، بص بقى معايا، قال لك ايه؟ ماستر. ركز معايا،
ركز معايا، انا احب الواحد يركز معايا. لو انت بتذاكر معايا صح والله الموضوع اللي تفهمه لوحدك. اما عملت جيت برانش داش ايه، انت اول حاجه ما كانش عندك غير الاوبزاتوري وخلاص صح، ما كانش عندك اي برانش. حلو، لما ضفت فايل وعملت كوميت تمام، فاكر المره اللي فاتت لما قلت لك خلي بالك انت اول كوميت بتعملها، بص اهي مكتوبه اهي، اول كوميت بتعملها هي بتكون الماستر بتاعتك، ودي بتكون اول برانش. حلو، معلومه معاك اهي، اول كوميت انت بتعملها هي بتعتبر ايه، بتعتبر الماستر، وهي دي اول برانش. يعني انت دلوقتي كان عندك، بص عشان تفهم اكتر، ده البروجكت بتاعك صح، وده الجيت بتاعك. انا ضفت ملف الف ايه الانفو اهو، تمام، ده ملف ايه، ملف الانفو، ده شيء جميل. ملف الانفو ده فيه ديسكريبشن بسيط تمام، عملت جيت اد وكوميت، عملت كوميت. مجرد ما اعمل كوميت كده انا بقى عندي ايه، بقى عندي كوميت واحد خلاص. الكوميت ده انا اول ما عملته خلاص، وقلنا اما قلت لك الكوميت ده بيسافر خلاص، سافر خلاص. اول ما عملت كوميت خلاص، ده اصبحت الكوميت ده اصبح ده اول برانش عندك، واول برانش تعتبر هي الماستر، هو البيز بتاعك، الاساس بتاعك. طب ده شيء كويس، ده شيء كويس. اذا اول حاجه كريتها اهو، اهي معاك اهي، وانت شايفها اهو، اللي هي ديت، دي اول حاجه المفروض كريتها، وعملت ايه، وعملت الكوميت بتاعي، اصبح معايا اول كوميت، وده يعتبر البرانش بتاعي، اول برانش، ده البيز برانش. وعشان هي البيز برانش، لو انت جيت تحذف الكوميت بتاعتك ما بيرضاش، او جيت تحذف البرانش ما بيرضاش، لازم تحذف الريبوزيتوري كلها. ليه؟ لان ديت البيز بتاعتك، دي الاساس بتاعتك. حلو، عشان كده تلاحظ ان هنا لما عملت جيت برانش اول مره ما فيش، بس بعد ما عملت اول كوميت خلاص دي اصبحت البيز برانش بتاعتك اللي هي الماستر. حلو قوي، اظن ما فيش مشكله، ومع الرسمه اهي واضحه اهي، اول حاجه عملتها اهي دي الايه، البرانش بتاعك. حلو، اذا دي البيز برانش، اذا الماستر تعتبر برانش، بس دي البرانش الاصليه. ممكن تقول ده ايه، عارف الشجره مش بيلاقي بيكون لها جذر شجره في الارض، ده يعتبر برانش اللي هو الاساس اللي في الارض. اظن ما فيش اوضح من كده. تمام، نيجي بقى عندك احمد واسلام وايه ويوسف، عاوزين نكري التلاتة برانش. هنكري التلاتة برانش من ايه؟ هنكري التلاتة برانش من البرانش الاصليه بتاعت الماستر. احنا عندنا الماستر اهي، دي البرانش بتاعتي، عاوز اكريت منها برانش وبرانش وبرانش، اخد منها كوبي، اكني باخد منها نسخه زي ما اتفقنا المره اللي فاتت. تمام، اروح هناك واقول له ايه، بص معايا، عشان اكريت برانش هقول له جيت اتشيك اوت داش بي تمام، وادي له اسم برانش، واحل مثلا هنا ايه، كرييت موديلس مثلا فانكشن تمام، وممكن ما بين قوسين الفانكشن دي بتاعت احمد مثلا. تمام، اعمل انتر، قال لك ده فاليد برانش، ده برانش مش صح. خلينا عشان ايه ما نبقاش بنكتب، هو مش قابل الاسم ده، لو كتبنا الاسم ده برضو مش فاليد، عشان ممكن الاقواس مش قابلها اهو. تمام، برضو كرييت فانكشن احمد از نوت ا فاليد برانش نيم. طب حضرتك عاوز ايه؟ طب تعالوا كده نشوف، هل البرانش من كريتها كده ممكن يكون انا ناسي الامر، داش بي اهي، داش بي اهو، جيت تشيك اوت تمام، كرييت فانكشن احمد، ممكن يكون عندنا مشكله ما، ممكن نقول جيت تشيك اوت داش بي واسم البرانش. تمام، تعالوا كده نشوف، هو ممكن ما يكونش قابل الاسم، ممكن نعمل داش
داش. ممكن على فكره تهيالي على ما اعتقد يعني وهنشوف دلوقتي، هو ما بيقبلش الاسبيس يعني في البرانش، في اسم برانش ما تحطش سبيس، احط انتر بوس اهو قبله، قال لك سويتش تو نيو برانش كرييت فانكشن احمد. تمام، ركز معايا ركز معايا، انا عاوزك تصحصح معايا كده وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. احنا دلوقتي كنا واقفين فين على الماستر؟ دلوقتي من اللي انت شايفه اهو، بص اللي انت شايفه معايا هنا في الرسمه، الرسمه اهي، احنا خلاص ده دي خطوه خلصناها، يعني ده اهي خطوه خلصناها خلاص، عملنا كوميت وديت بقت الماستر اللي هي اول برانش عندي مع اول كوميت عملته. حلو، بص معايا، لما عملت هنا جيت تشيك اوت داش بي واسم البرانش، طبعا لازم ما يكونش في سبيس عشان يقبل الاسم، ما تحطش سبيس خالص. تمام، قال لك ايه؟ قال لك سويتش يعني رحت على نيو برانش اسمها كرييت فانكشن احمد، والماستر اللي انت كنت واقف عنها اهي، شايف الماستر اللي انت كنت واقف عليها اتغيرت لايه؟ لكرييت فانكشن احمد. اذا دلوقتي انا عملت الخطوه دي، كرييت برانش وسميتها الاسم اللي انا عاوزه بتاعت احمد، كده انا واقف على البرانش دي. حلو قوي، اذا البرانش ديت متكريت عن طريق ايه؟ عن طريق ديت. عرفت ازاي؟ لان انا كنت واقف على الماستر، ولما اجي كريت برانش هو بياخد كوبي من اللي انت واقف عليه اللي هو الايه؟ الماستر. هل فيها مشكله؟ والله ما فيها اي مشكله خالص. حلو قوي، لو جيت عملت جيت برانش ايه؟ اعرض لكل البرانشز، هتلاقي عندك كرييت فانكشن احمد والماستر. الماستر دي اللي هي البيز بتاعتنا اللي هي ايه؟ اللي هي ديت. اللي هي ايه ديت؟ تمام، كرييت ايه؟ والبرانش الثانيه اللي انا كرييتها عن طريق الماستر. كنا واقفين عند الماستر، لو حطيت الكوماند ده اللي هو جيت شيك اوت داش بي واسم البرانش، هو بيكريت نسخه او برانش من اللي انت واقف عليها اللي هي الماستر. تمام، ركز معايا. طب افرض دلوقتي رحت عملت جيت تشيك اوت وعملت فانكشن اسلام، كده هو مش هيكريت برانش من ماستر. ليه؟ لان انا واقف على الايه؟ كرييت فانكشن احمد. اذا كده انا هروح اعمل برانش كده، بص هتلاقي المنظر ده اهو، هعمل برانش من ده اهي. شايف الفكره؟ الموضوع مش صعب، الناس هتحب تلخبط نفسها وتقول الموضوع صعب ومش مفهوم، والله الموضوع ما فيهوش اي صعوبه. انت كنت واقف على الماستر صح؟ هنا فكريت برانش خلاص اللي هي ديت، بتاخد كوبي من ايه؟ من اللي قبليها اللي هي الماستر، خلاص. طب انا واقف هنا وهاخد كوبي، هل هاخد منين؟ من اللي واقف عليها، مش من ماستر. ما انا واقف على دي يا جماعه، دلوقتي واقف على ديت اهي، واقف على ايه؟ على ديت صح؟ لما اجي اعمل كوبي من كوبي، هعمل كوبي من ايه؟ من اللي انا واقف عليها اللي هي ديت. بس انا مش عاوز كده، انا عاوز اعمل ايه؟ كوبي من البرانش الماستر، هعمل ايه؟ اذا لازم ارجع للماستر تاني. تمام؟ طب ارجع للماستر تاني ازاي؟ ممكن نعمل جيت تشيك اوت، بس مش داش بي بقى، نعمل جيت تشيك اوت على طول واسم البرانش. اسم برانش ايه؟ ماستر. اهو. قال لك ايه؟ رحت لك على الماستر. اذا دلوقتي انا واقف فين؟ واقف على الماستر. اهو. خلينا نحددها بالسهم ده، انا واقف فين؟ واقف على الماستر دلوقتي اهو. تمام، واقف على الماستر. تمام، هروح اعمل نفس الايه؟ جيت تشيك اوت، تشيك اوت داش بي واسم البرانش بتاعتي اللي هي اسلام. اول ما اعمل انتر كده عمل لي سويتش لنيو برانش اسمها كرييت فانكشن اسلام. اذا كده الايه دي كمان كريتها عن طريق ايه؟ دي كده كريتها كمان عن طريق الماستر اهو. اذا دي تمام عملتها خلاص. تمام، هل اروح اكريت البرانش ده على طول؟ لا طبعا. ليه؟ لان لو كريت البرانش ديت، اذا انا هكريت كوبي من ديت. ليه؟ لان انا واقف دلوقتي على البرانش ديت اللي هي ديت. لو رحت عملت كرييت لنيو برانش هيجيب لي نسخه من ديت، بس انا مش عاوز نسخه من ديت، انا عاوز نسخه من الماستر. اذا ارجع تاني للماستر اهو، شايف اهو، جيت تشيك اوت ماستر. اذا كده رجع لايه؟ رجع للماستر. اعمل ايه؟ برانش ثالثه
اللي هي جو، اللي هو يوسف، اسم الدلع جو. عملت انت خلاص كده. لو رحت عملت جيت برانش داش ايه، تلاقي عندك كرييت فانكشن احمد، كرييت فانكشن اسلام، كرييت فانكشن جو الماستر. اللي متعلم عليها بالاخضر دي معناها اللي انت واقف عليها، وفعلا اللي انا واقف عليها كرييت فانكشن جو. هل في اي صعوبه؟ والله ما في اي صعوبه. هعيد اللي انا قلته ده سريعا واقفل الفيديو النهارده عشان الموضوع ما يكونش طويل ونكمل الفيديو الجاي. كل اللي انا عملته في البدايه قلت لك عشان تعرف كل البرانشز اللي عندك بتعمل جيت برانش داش ايه، بيجيب لك كل البرانشز اللي عندك. ما عنديش ولا برانش ما عرضليش حاجه. عملت فايل عادي جدا سميته انفو، وعملت جيت اد وجيت كوميت العاديه خالص، وجيت لوج عشان اشوف الكوميت. فلما جيت اجيب كل البرانشز عرض لي الماستر. ليه؟ لان قلت لك اول كوميت بتعمله ده يعتبر البرانش بتاعك او الفيرست برانش بتاعك، وده الماستر وده البيز، وما ينفعش تحذفه غير لما تحذف الايه الريبوزيتوري كلها. حلو، اذا كده انا عند الخطوه ديت واقف فين؟ خلاص دي خلصتها، دي خلصتها اهي. تمام، عاوز اكاري 3 برانش من ايه؟ من الماستر. شايف ال 3 برانش طالعين من الماستر، فعشان اكاري برانش انا دلوقتي واقف فين؟ واقف على الماستر. واهو وقال لك ايه؟ الماستر بتعلم انا بالاخضر ده اللي واقف عليه. اول حاجه عملت جيت شيك اوت داش بي، وقلنا اسم الاسم الايه؟ البرانش ما ينفعش يكون فيها سبيس. فعملنا هنا جيت تشيك اوت داش بي واسم الايه البرانش، فقال لي عملت لك سويتش، يعني رحت غيرت مكاني لنيو برانش اسمها كرييت فانكشن احمد اللي انت اديتها. لما جيت اشوف كل البرانشز لقيت في برانش اسمها كرييت فانكشن احمد وماستر. اللون الاخضر، اللون الاخضر على كرييت فانكشن احمد فعلا دي اخر اخر برانش انا كنت واقف عليها. تمام، عشان كده واقف عليها بالايه؟ بالاخضر. إذا عندي إيه؟ عندي تو برانش، تمام، واقف فين دلوقتي؟ واقف على كرييت فانكشن أحمد. مهم جدا تكون عارف إنها واقفة على كرييت فانكشن أحمد، عشان لازم لو رحت عملت كرييت لتشيك أوت أو كرييت لبرانش جديدة وأنت واقف على ديت، هيكرييت لك نسخة من ديت مش من ماستر، وأنا عاوز من ماستر. إذا عاوز من ماستر لازم أعمل جيت تشيك أوت ماستر، جيت تشيك أوت ماستر بتعمل لك سويتش على البرانش أنت عاوزها، فراح على الماستر أهو. اذا تفرق بين جيت تشيك اوت داش ايه وجيت تشيك اوت ماستر وجيت تشيك اوت داش بي. داش بي يبقى هتكريت، من غير داش بي يبقى هتروح على برانش موجود عندك، لكن جيت برانش داش اول او داش ايه هتجيب كل البرانشز اللي عندك. حلو، فروحت على الماستر عاوز اكريت منها برانش جديده اهي. بص اهي انت عندك هنا اهو كريت اول برانش اهي، دي اول برانش صح. كريت تاني برانش اهو، هروح كريتها. بكريتها من ايه؟ بكريتها من ماستر، عشان كده وقفت على الماستر اهو وعملت كريت تاني برانش اللي هي اسلام. تمام، هل اروح اكريت؟ لا، ده عشان انا واقف هنا على الفانكشن اسمها اسلام. اذا ارجع تاني للماستر عن طريق جيت تشيك اوت ماستر، فرجعت للماستر وبعدين بقى ايه بكريت ايه برانش مره تانية. وفي الاخر لما عملت جيت برانش داش ايه عندي الثري برانش اهو والماستر اللي هي البرانش الاصليه، وواقف على ايه كرييت فانكشن جو، لان دي اخر واحده، اخر واحده كنا ايه اخر واحده كنا مكريتينها، فهو واقف عليها. والله عاوز تعمل جيت تشيك اوت، عاوز تروح لاي برانش تعمل جيت تشيك اوت واسم البرانش، عاوز تروح للماستر اهو فتغير للماستر. تمام، عاوز اروح مثلا عشان ديت واخد مثلا عاوز اروح الاسلام اخد اسمي اخد الايه الاسم واحطه هنا اهو، فاذن راح الاسلام. عاوز اروح لاي حاجه لاي برانش عندي اعمل جيت تشيك اوت واسم البرانش. اذا احنا لغايه هنا ايه واقفين. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.